احنا مخطوبين اهوت بقالنا ايام، هنبتدي بقى بنبني علاقة وتفاهم وحوار معا، بيمتد الخطوبة مثلا سنة اكتر شوية ولا حاجة، وبعد كده بيبقى الزواج. ايه اللي نعمله؟ هقول لك على 5 مبادئ رئيسية حطهم قدامك، واوعى تتكسف من خطيبتك او اوعى خطيبتك تتكسف منك، انتوا بتعملوا عمل روحي. هعرض عليك واعمل اللي تقدر تعمله وانت بالمثل. اول حاجة، لازم انتوا الاثنين تؤمنوا بقوة الصلاة. الصلاة تستطيع ان تنقي، تستطيع ان تقدس، تستطيع ان تغير، تستطيع ان تفرح. فبين وقت والتاني وانتوا لسه مخطوبين، اقفوا صلوا يا بعض. ان شاء الله مزمور جزء من اجبية، انجيل قطع، واوعوا تتكسفوا من بعض. ما تتكسفش، انت بتعمل عمل لبيتك، انت بتبني بيتك. هو لما الراجل بيشمر على نفسه وينقل شوية رمل وشوية زلط وشوية حديد عشان يبني البيت، بيتكسف؟ ده بيبني بيت. انت بتبني بيت، تبني أسرة، بتبني كنيسة للمستقبل. نمرة 2، القراءة. قدامك القراءة الإنجيلية والقراءة الروحية والقراءة الثقافية، وزي ما قلت لك سابقا، القراءة تنمي الفكر. يا سلام لو كنت انت وانتي بنقرأ في سفر معين سوا، سواء في البيت كل واحد في بيته، ولما نتقابل مثلا مرة كل اسبوع بنقعد ويا بعض، الشابتر اللي هنقراه، الفصل اللي هنقراه، نفتحه ونقراه سوا. ولو كان في حوار ما بينكم فيه، حاجة كويسة قوي. عود نفسك، ازرع عادة. انت بتبني بيت، مش بتبني البيت من الزلط والطوب، انت بتبني بيت يصير كنيسة في المستقبل، يصير أسرة مقدسة. نمرة 3، الأسرار. أسرار المقدسة، سر الاعتراف وسر التناول. حلو خالص يبقى لكم أباء اعتراف، لو كان أب اعتراف واحد كويس، شخص واحد يعني، أنت وأنتي بتعترفوا عنده، أو كل واحد عنده أب اعتراف، حلو خالص. ويمارس، أنت وأنتي بتمارسوا سر الاعتراف، وسر اعتراف حقيقي. أنت عايز تخش الحياة الجديدة وأنت مقدس فكرا وعاطفة وروحا وجسدا. حلو قوي لما تحضروا مرة أو اتنين في الشهر قداس سوا. يلا نروح الكنيسة، إذا كانت كنيسة واحدة أو أكتر من كنيسة بتروحها، ونحضر فيها قداس ونتناول سوا، ويبقى يوم مفرح لنا بنبني. و يقول لك كده في الإنجيل، من يأكل جسدي ها ويشرب دمي ها يثبت فيا وأنا أثبت فيه. وانت كده بتتناول، يا خطيب ويا خطيبة، يا رب اعمل لنا بيت ثابت، عايزين نبني أسرة ثابتة. نمرة 4، الخدمة. الخدمة لازم يبقى لك شكل من أشكال الخدمة، انتوا الاثنين، اي شكل من اشكال الخدمه غير الخدمه اللي بنسميها الخدمات النظاميه، التعليم، مدارس الاحد، اجتماعات شباب، كيف ما يكون. في كمان الخدمات النوعيه، زي مثلا بنخدم في بيت مسنين، بنخدم في بيت معاقين، بنخدم في بيت من بيوت ضيافه الاطفال، النوعيات المتعدده دهيت. لكن لازم يبقى لك خدمه. تقول لي ليه؟ ده أنا وقتي محدود خالص. أقول لك أصل الخدمة بتخلي الواحد يطلع من ذاته، زي ما قلت لك في أول مرة، ما يبقاش أناني. 5، تأكيد النظرة الإيمانية للحياة. يعني يا شباب يلي بتكونوا بداية حياة وخطوبة وارتباط، ربنا يبارك الجميع،
ويلي ابتديتوا تكونوا بيوت وأسر ربنا يبارك، لازم عينيك يبقى لها نظرة إيمانية للحياة. تقولي يعني إيه؟ أقول لك ثلاث قوانين. أول قانون، لازم تشعر جواك أن الله محب كل البشر. ربنا بيحب كل واحد فينا، مش احنا اللي جوه الكنيسة، لا، ولا اللي جوه المدينة، لا، ولا اللي جوه البلد، لا، ولا اللي جوه القارة، لا، ده بيحب كل الناس، هو محب البشر. نمرة اتنين، قانون التاني، أن الله صانع خيرات، هو بيعمل الخير، صانع الخيرات. كل يوم بنقول ايه؟ فلنشكر لأنه سترنا وعانا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدتنا وأديت بنا إلى هذه الساعة المقدسة. القانون الثالث، أن الله ضابط الكل، وهنا بتكتمل النظرة الإيمانية. كل الحياة اللي احنا عايشين فيها دي، من صغيرها لكبرها، مضبوطة بيد الله. حط قدامك الخمسة دول، اللي هو البعد الروحي، الصلاة، وما تتكسفوش من بعض خالص، لأن أنا اتكسف من الحاجة الوحشة، لكن الحاجة الحلوة اتكسف منها إزاي؟ والقراءة بأنواعها، والأسرار، الاعتراف والتناول، والخدمة، يبقى لك دور. ونمرة خمسة، النظرة الإيمانية اللي تبقى موجودة وياك.